بس انا مش محتاجه طب نفسي. ده بيبقى اجراء وقائي، انت لسه خارجه من غيبوبه وكمان لسه طالعه من حاله انتحار ومحاوله تكرارها، في خطر على حياتك. معلش يا دكتور يونس، انا عارفه انك تعبت نفسك وجيت لحد هنا، بس انا جربت قبل كده الطب النفسي وما وصلتش منه النتيجه. انا عارف يا مدام فريده، وطبعا بعد اذنك انا تواصلت مع الدكتور وعرفت الحاله اللي انت كنت عليها معاه. وما قالكش انتهت بإيه؟ بلاش، مش شايف أنا وصلت لإيه؟ لا طبعا شايف انتي وصلتي لإيه، لكن اللي أنا عايز أعرفه بجد انتي وصلتي لكده إزاي؟ مدام فريدة، جزء من شغلي إن أشوف حالتك محتاجة لإيه وأقرره، وأي تأخير إحنا مش هنقدر نضمن عواقبه. اطمنوا. أطمن إزاي وحضرتك بايتة إمبارح على البحر بعد يومين من محاولة انتحارك؟ ليه ده؟ أنت نزلت المنتجع؟ نزلت قعدت على البحر عادي وعايشة وما حصلش حاجة. على فكرة يا مدام فريدة، الحالات اللي زيك المفروض يبقوا في مصحة نفسية، لكن طبعا أنا علشان رغبتك خليتك هنا في المنتجع، ودي حاجة من الحاجات اللي خليتك تحاولي تنتحري. فريدة، احنا لو شلنا الثلاث سنين اللي انت غبت عننا فيهم هتلاقي ان انت حاولت تنتحري مرتين في اسبوع واحد، برضه مش شايفه ان في ده خطر؟ طب هنستأذنكم احنا عشان نسيبكم تتكلموا براحتكم، واحنا برضه على تليفونات. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل.